أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يسأل أنه حج في عام 1412، فيقول: ذهبت في اليوم العاشر وعند وصولنا من مزدلفة إلى منى لرمي الجمار كنت جاهلا، حيث أتيت إلى الجمرة الوسطى ورميتها يوم النحر على أنها جمرة العقبة، وفي اليوم الثاني عند رمي الجمرات الثلاث اتضح لي أنني أخطأت، حيث كنت أظن أن الجمرة هي واحدة ولكن تختلف في مواقع الرمي، ومن ذلك الحين وأنا لا أعرف ماذا علي ولا أعرف ماذا علي بعدم رمي جمرة العقبة في يوم النحر. وإذا كان فيه كفارة هل يصح أن أكفر بعد هذه السنوات العشر تقريبا، علما أنني لم أحج إلا هذه الحجة؟ نعم، إذا كنت لم ترمي جمرة العقبة في يوم العيد ولا في أيام التشريق، يعني لم تقضي أو لم تؤدي الرمي، يوم علمت أنك مخطئ كان الواجب عليك أنك ذهبت إلى جمرة العقبة ورميتها عن يوم العيد، ثم رجعت وبدأت من الصغرى فالوسطى فالكبرى عن اليوم عن من أيام التشريق، ولو فعلت هذا صح. أما ما لم تفعل واستمريت على ترك جمرة على ترك رمي جمرة العقبة فيكون عليك فدية، وهي ذبح شاة في مكة تجزئ في الأضحية توزعها على الفقراء في مكة، وإن كنت لا تستطيع الذبح للفقر والحاجة فإنك تصوم 10 أيام، لأن هذا جبران لترك الواجب وهو رمي جمرة العقبة. نعم.